قبل أن أشرك معي الجمهور الكريم، دعونا ننتقل إلى الأذان. المعروف أنه الأذان عند أهل المدينة أذان مميز، يبدأون بنمط الحجاز، ولما يصل إلى أشهد أن محمد رسول الله تكون هناك نقلة، ينتقلون إلى نمط البيات بما يضفي على المكان وعلى الجو العام خصوصية عجيبة تبكي كل من يستمع إلى هذا الأذان. نستمع إلى صوت من أجمل الأصوات التي أذنت في الحرم النبوي، الشيخ البخاري، شيخ عصام البخاري، وأذان من الحرم النبوي. لاحظوا النداء عظيم، والمكان يعني مكانه الحرم النبوي، والصوت من أعذب الأصوات. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: مر بلالا فإنه أندى منك صوتا. يعني الأذان يطرد الشيطان، لكن مع الأسف بعض الأصوات الغير مؤهلة، أصوات يعني غير جميلة، ويقتحم الأذان ولا يعطي المجال لأصحاب الأصوات الجميلة، ينفر الشياطين وحتى المصلين. كان عندنا في دمشق يعني قصة على هذا الموضوع، على موضوع الأذان والصوت الجميل، أن أحد الكبار كان سابقا غير مسلم، فلما مر في مؤذن يؤذن، فقال للعربجي الذي يسوق العربة: خذ هذا دينار أو ليرة ذهبية وأعطيها للمؤذن. فمر بصوت آخر في مكان آخر بمؤذن أقل صوتا وصوته غير شجي أبدا، فقال: أعطيه ليرتان ذهبيتان. فاستغرب، قال: يا سيدي، أنت قلت للمؤذن الأول وكان صوته جميل رائع ليرة ذهب، والثاني ليرتان ذهب. قال: ذاك كان يعني يريد أن يرجعني عن ديني ويغير ديني، أما هذا أرجعني إلى ديني السابق. فالصوت الجميل له يعني مكان عند الناس، يعني وهو من الوسائل الدعوة إلى الله في هذه الأيام. معنا الأخ أبو حارب من العراق. السلام عليكم أبو حارب. السلام عليكم يا أبو حارب. يبدو ما يسمعنا أبو حرب. طيب، مداخلة أخرى. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليك السلام، حياكم الله أبو عايدة، تفضل أخي. السلام عليكم أستاذنا. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله وياك. الحمد لله، الله يحييك ويبارك فيك. والله أنا واحد اتصل فيه قال: أخوي مش محط الخط، محمد أنت تحصل على الخط بسهولة، فاتصل. ولله الحمد، الله وفقنا في هذا اليوم المبارك، وأنا هني تحت زخات المطر في إمارة الشارقة. فنسأل لو بس تعطينا مثل ما قال اللي سأل اتصل فيه عن القراءات، يعني نعم القراءات المختلفة، يعني هو يعرف شوي تفاصيل عنها. نعم، وجزاك الله خير. نعم. جزاك الله خير أبو عايد. الفرق بين المقامات والقراءات فرق كبير، علماني مستقلان. علم القراءات هذا أنزل القرآن على 7 أحرف، ومنها القراءات 7، القراءات 10، والعشر الصغرى، والعشر الكبرى. نخصص لها إن شاء الله حلقات نبين الفرق، لأنه حقيقة الفرق كبير وما يأتي بمداخلة سريعة. معنا سلام من الشارقة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي العزيز. جزاكم الله خير على البرنامج. وجزاك، تفضل أخي. الله يرضى عليك. أنا بس بغيت أنوه على إمام القراء العراقيين اللي هو الحافظ خليل إبراهيم. نعم نعم أخي. سلام خليل إسماعيل. نعم سلام، احنا في الحلقات الماضية بثينا مقاطع للحافظ خليل، وإن شاء الله نعدك بالمزيد من المقاطع في الحلقات القادمة. جزاكم الله خير، الله يرضى عليكم. ياك الله.
معنا عبد المعتصم من قطر. سلام عليكم يا معتصم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله، تفضل أخي العزيز. السلام عليكم. وعليكم السلام، تعال الهواء، تفضل أخي. سمحت ممكن أشارك؟ معك معك، تعال الهواء، تفضل أخي. تفضل يا أخي، تكلم. طيب إذا نأخذ مداخلة أخرى، يبدو الأخ ما يفهم علينا أو ما يعني ما يعرف أنه على الهواء. طيب دعونا نقارن الآن بين ننتقل إلى تركيا. في تركيا أصوات جميلة جدا. قبل أن نأخذ إبراهيم من العراق، دعوني فقط أسمعكم أذان تركي أيضا بمقام البيات. وحقيقة القراء الأتراك هؤلاء يعني فطاح القراء نجدهم في تركيا، مع الأسف العالم العربي كثير من هؤلاء غير معروفين. نستمع إلى أذان بنمط البيات من مؤذن من المؤذنين الأتراك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. لاحظ شيخ معتصم نفس طويل جدا وأداء مميز. طيب عندنا إبراهيم انتظر منذ فترة طويلة على الهاتف من العراق. حياك الله يا إبراهيم، تفضل اخي انت على الهواء. اهلا وسهلا، مرحبا شيخ. حياك الله اخي، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يحييك. شيخ بالنسبه لمعلوماتي عن مقام البيات، نعم يعني مقام كلش واسع، نعم، واكبر مقام اتصور، نعم. وعندنا في العراق يدخل فيه مقام الابراهيمي، مقام الجبوري، مقام المحمودي، مقام المقابل، مقام البهرزاوي، مقام الناري، مقام العريبون عرب، مقام شرق دوغا، مقام المسكين. كل هاي مقامات واسعة فيها فروض وأنغام جميلة جدا. وأنا قلت لك في اللقاء السابق يعني العراق من المبدعين ومن الأسرار النغمية العجيبة الغريبة، واهتمامهم بالمقام اهتمام طاري وصف. ممكن أسمع كيف نشوف؟ طيب تفضل تفضل أخي إبراهيم، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. جزاك الله خير إبراهيم. إبراهيم حقيقة المداخلات كثيرة جدا، فقد نعتذر عن عرض التلاوات، إنما نريد المشاركات مباشرة. أكيد هذا ما كان مقام البيات شيخ عبد الله، شيخ معتصم. نعم.